السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا صغاري؟ بخير؟ الحمد لله. ما هو يومنا؟ إنه يوم الثلاثاء، واليوم سنتعرف على حرف جديد. ولكن هيا بنا أولا نقرأ الحروف الأبجدية. ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاي، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، هاء. وهذا اليوم سنتعرف على هذا الحرف. لدينا هنا يا صغاري كما تشاهدون ثلاثة صور، فهيا بنا نتعرف على أسماء هذه الصور. ما هذه الصورة الأولى؟ إنها صورة ورد. ورد. نمر إلى الصورة الموالية. ما هذه الصورة؟ إنها صورة وزة. يمكن أن نقول بطة أو وزة، ونفس الشيء. إذا نقول وزة. وزة. الصورة الموالية، ما هذه الصورة؟ إنها صورة ولد. ولد. كما تلاحظون يا صغاري، جميع هذه الحروف تبدأ بنفس الحرف. ورد، وزة، ولد. هل عرفتم ما هو الحرف الذي تبدأ به هذه الصور الثلاثة؟ إنه هذا الحرف. ما هذا الحرف يا صغاري؟ إنه حرف الواو. واو. وحرف الواو كما ترون ليس فيه أي نقطة تحت أو فوق. إذا واو. ورد. واو. بطة. واو. ولد. نعيد. واو. ورد. واو. بطة. واو. ولد. نمر الآن يا صغاري إلى تمرين حرف الواو. كما ترون هنا لدينا مجموعة من الحروف. ماذا سنفعل في هذا التمرين؟ سنقوم بالبحث على حرف الواو وسنحيطه أو سنضعه في دائرة. هيا بنا نقرأ الحروف ونبحث في نفس الوقت عن حرف الواو. ما هذا الحرف؟ حرف الألف. الراء. حرف الشين. حرف الباء. ما هذا الحرف يا صغاري؟ إنه حرف الواو. إذا نضعه في دائرة. نواصل. ضاد. غين. حاء. جيم. ننتبه يا صغاري، حرف الحاء والجيم لديهما نفس الشكل، الفرق الوحيد هو النقطة. حرف الحاء ليس فيه أي نقطة، حرف الجيم فيه نقطة واحدة فقط تحت. نمر. ما هذا الحرف؟ إنه أيضا حرف الواو. إذا نضعه في دائرة. نواصل. حرف التاء. حرف النون. ما هذا الحرف؟ هل عرفتم هذا الحرف؟ إنه أيضا حرف الواو. نضعه في دائرة. ميم. كاف. الظاء. سين. خاء. عين. دال. ما هذا الحرف يا صغاري؟ هذا الحرف رأيناه الحصة السابقة. ما هذا الحرف؟ إنه حرف الهاء. هاء. نمر. حرف القاف. حرف الثاء. حرف الثاء كما ترون فيه ثلاثة نقاط فوق.
نقطة اثنين ثلاثة. وما هذا الحرف الأخير؟ إنه حرف الواو. إذا نضعه أيضا في دائرة. إذا كم تحصلنا يا صغاري على حرف الواو؟ تحصلنا على واحد اثنين ثلاثة أربعة. إذا تحصلنا على أربع حروف لحرف الواو. لا ننسى يا صغاري هذا الشكل، وحرف الواو ليس فيه أي نقطة تحت أو فوق. نمر الآن يا صغاري إلى الاستماع إلى أغنية حرف الواو. مع السلامة، إلى اللقاء، دمتم في حفظ الله.